إذن مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث من قلب جامعة مولاي عبد الله أمغار. إذن استمرار فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، إذن حركة دؤوبة ورواج تجاري هنا بجماعة مولاي عبد الله أمغار التي تحتضن فعاليات موسم ولي الصالح مولاي عبد الله أمغار. إذن كما تشاهدوا معايا هذه الأجواء هنا في هذه اللحظات بأهم شوارع أو أحد الشوارع الرئيسية هنا المحادية للبحر. إذن عودة الفرسان كما تشاهدوا معايا دائما بالصور، إذن بعد نهاية عروض الفروسية وعروض في أطبوريدا كما تشاهدوا معايا مشاهدي الكرام، عودة الفرسان والخيول إلى في انتظار استئناف عروض الفروسية غدا إن شاء الله صباحا. دائما الفعاليات متواصلة على امتداد 10 أيام هذه السنة، ومن المتوقع تقريبا المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار هذا الموسم حوالي أكثر من 4 ملايين زائر، نظرا أنه موسم عبد الله أصبح له إشاع وطني ودولي. إذا تعكسه الأجواء والحركية الدؤوبة وعدد أكبر عدد من الزوار يعني المواطنين من خلال تجوالهم ومن خلال حضورهم لجل أهم الفضاءات هذا الموسم، سواء عروض سواء المحرك أو حضور السهرات اليومية تقام تزامنا مع هذا الحدث. إذا دائما نحن معكم بهذه الصور من جماعة من موسم عبد الله أمغار. هذه هي الأجواء الليلية في هذا اليوم، إقبال كبير يعني حركية دؤوبة، يعتبر موسم عبد الله يعتبر من أكبر المواسم على الصعيد الوطني، أكبر عدد مشاركة أكبر الخيول والفرسان. إذن حوالي هذه السنة حوالي 100 سربة مشاركة ضمن فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار. إذن العروض تمرد، ما زال لحظات مجموعة من اللوحات موقعة من طرف مجموعة من الفرسان، عروض في التمرد، لوحات فنية. إذن هذه هي الأجواء كما تشاهدوا معايا، أجواء جميلة وأجواء ممتعة هنا بموسم مولاي عبد الله أمغار. نحن في هذه الجولة الاستطلاعية والتفقدية معكم في هذا البث من قلب جماعة مولاي عبد الله أمغار. إذن هذه الأجواء، ونؤكد مرة أخرى هناك مقاربة أمنية كبيرة تواكب هذا الحدث الوطني الكبير، مواكبة أمنية حوالي يعني تعزيزات أمنية لإنجاح هذه التظاهرة، حوالي 1200 رجل أمن دركي طبعا وأفراد قوات المساعدة والسلطات المحلية تقوم بدورهم أجل تفعيل دور المراقبة والمتابعة وأيضا تأمين فعاليات موسم عبد الله أمغار. إذا هذه هي الأجواء هنا بجامعة مولاي عبد الله أمغار، وبهذه الصور مشاهدي الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في مناسبة قادمة بحول الله، مع تحيات محمد كرومي، إلى اللقاء. ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.